بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الدرس الأول من مادة الاتصالات للمرحلة الرابعة. بداية راح نستعرض مفردات المنهج للفصلين الأول والثاني سيليباس. عندنا رقم واحد الانفورميشن ثيوري، نظرية المعلومات. رقم اثنين عندنا ديتكشن اوف ديجيتال سيجنالز النويز، الكشف عن الإشارات الرقمية بوجود الضوضاء. رقم ثلاثة عندنا السورس كودينج اوف ذا سيكريت سورسز، تشفير معلومات المصدر. رقم أربعة عندنا تشانل كودينج او تشفير القناة. رقم خمسة عندنا مقدمة للديجيتال سيجنال بروسيسنج الدي اس بي. ورقم ستة عندنا تصميم المرشحات الرقمية الديجيتال فلتر. وأخيرا عندنا أمثلة عن بعض أنظمة الاتصالات الرقمية. بداية كنا نعرف شنو المصادر اللي ممكن واحد يستفاد من عندها حتى نغطي هذه المفردات. بالحقيقة عندنا كثير من المصادر بهذا الجانب. ممكن احنا ناخذ على سبيل المثال الديجيتال كوميونيكيشن فاندمنتلز اند ابليكيشن رقم واحد، ورقم اثنين ممكن ناخذ الكودينج ان انفورميشن ثيوري والناشر هنا سبينجر باي ستيفن رومان. بالنسبة للموضوع الأول الانفورميشن ثيوري أو نظرية المعلومات، ممكن نعرفها على أنها الموضوع اللي يتعامل مع المعلومات أو البيانات المرسلة من نقطة إلى أخرى. طبعا احنا نعرف أنه مهندس الاتصالات حتى يصمم نظام الاتصالات لابد من أن يتعامل مع ثلاثة جوانب مهمة في هذا النظام. هذه الجوانب هي كما يلي. عندنا رقم واحد information theory، هنا راح يحدد أقصى معلومات ممكن إرسالها بين الرسيفر والترانسميتر. على سبيل المثال راح يتعامل مع الشانون كاباسيتي أو الريت أو الثروبوت وإلى آخره. الجانب الآخر اللي مفروض يتعامل به مهندس الاتصالات هو السيجنال بروسيسنج، معالجة الإشارة، على سبيل المثال الموديوليشن الإكوالايزيشن إلى آخره. عندنا رقم ثلاثة المفروض الجانب اللي يتعامل به أيضا مهندس الاتصالات هو نظرية الاتصالات الكوميونيكيشن ثيوري. هنا راح يحسب الريسورسز المطلوبة، الفريكونسي، الباور مانجمنت إلى آخره. عندنا هذا الشكل يوضح لي الاستركتشر الأساسية لأي نظام اتصال رقمي. عندنا البوكس الأول اللي هو source of information أو مصدر المعلومات، ممكن هذه تكون صوتية أو فيديوية أو بيانات تيليكس كمبيوتر إلى آخره. راح تفوت على الانكودر، هذا ممكن يكون تضمين modulation، ممكن يكون cyphering تشفير، ممكن يكون error correction أو data compression إلى آخره. هذا جانب الترانسميتر. راح يفوت على channel، channel ممكن يكون wire type wireless، هنا راح يضيف لي ضوضاء ممكن وأيضا jamming اللي هو نقول عليه التشويش. جانب الرسيفر راح يحدث العكس، يعني عندي الفانكشناليتي مات الديكودر هي عكس الانكودر. ومن ثم عندي البوكس الاخير اللي هو الليسنر او الريسبتر، هذا هنا ممكن يكون مجهار صوتي او تي في سيستم او ممكن يكون كمبيوتر تايب رايتر والى اخره. بالحقيقة مبدأ الانفورميشن أو المعلومات مرتبط بشكل وثيق بموضوع البروبابيليتي أو الاحتماليات، حيث أن الإشارات اللي تحمل المعلومات لابد أن تكون إشارات عشوائية نقول عليها unpredictable أو random signals. طبعا العكس غير صحيح، بمعنى آخر أنه مو كل إشارة عشوائية هي تحمل معلومات. على سبيل المثال النويز إشارة عشوائية ولكنها لا تحمل المعلومات. الآن راح نتعرف على طريقة قياس كمية المعلومات. لنفرض أولا أنه عندي source of information مصدر للمعلومات،
يولد لي عدد محدود من الرسائل finite set of messages. هذه الرسائل هي x1 x2 والى xn اللي هي number of messages. طبعا هذه الرسائل راح تتولد باحتماليات قد تكون مختلفة، فراح أسميها P of X1 هي احتمالية توليد الرسالة الأولى، P of X2 هي احتمالية توليد الرسالة الثانية، وهكذا إلى P of XN احتمالية توليد الرسالة الأخيرة. لنفترض على سبيل المثال هذه الرسائل تمثل درجة حرارة الجو، يعني الرسالة الأولى hot إذا كان الجو حار، يعني أنا عندي مجس جاي يقيس لي درجات حرارة الجو باعتباره هو ترانسميتر، هذا راح يمثل لي المجس ترانسميتر، فراح يعطيني هوت المسج الأولى إذا كانت الجو حار، ممكن يعطيني كولد المسج الثانية إذا كان الجو بارد، ممكن يعطيني مايلد إذا كان الجو معتدل. هذه ثلاث رسائل، ممكن يكون مثلا احتمالية الحار، عندنا الجو حار بالبلد فراح تكون احتمالية عالية، يعني 70% مثلا هوت ممكن يعطيني هذا المجلس، تبقى 20% خلينا نقول مايلد متوسط، 10% راح يكون هوت العفو كولد. المجموع دائما مجموع هذه الاحتماليات لابد وأن يكون واحد، هذه حقيقة ثابتة تكون انتبه لها دائما رجاء، مجموع احتماليات جميع الرسائل sigma of probability of x of i x sub i المفروض تكون summation كلها واحد، يعني ما ممكن تعتبر ما ممكن فت يوم سمعنا أنه احتمالية تعبر 100%. إذن هنا لنفرض طبعا هنا عندي مجموعة من الحقائق تخص الانفورميشن، هنا اولا الانفورميشن is zero، the information is zero if the probability of xi is one certain event، هذه الحقيقة الاولى. بمعنى اخر انه نفرض انه هذا المجس مات الحرارة، المفروض يعطيني واحدة من ثلاثة رسائل hot cold ومايلد، اللي نفرض انه عاطل جاي يعطيني دائما هوت على سبيل المثال. هنا كمية المعلومات اللي يحصلها من هذا المجس او الترانسميتر ايش قد راح تكون؟ حتما راح تكون زيرو باعتبار دائما جاي يعطيني هوت، بمعنى الهوت هو certain event لانه احتماليته دائما واحد 100%. فهذه هي الحقيقة الاولى اللي تخص المعلومات. بالنسبة للحقيقة الثانية هو أن المعلومات دائما تكون تناسبها عكسي مع احتمالية المعلومات، يعني بالمثال مالتنا راح نشوف أنه المسج كولد تحمل معلومات أهم من المسج هوت، ليش؟ لأنه احتمالية الكولد هي 10% في حين احتمالية الهوت هي 70% بالمثال مالتنا. الحقيقة الأخيرة هي أنه الانفورميشن دائما تكون positive quantity، يعني كمية موجبة أكبر يساوي الصفر، ما ممكن تكون معلومات بالسالب. الدالة اللي تربط بين احتمالية المعلومات وبين المعلومات نفسها نسميها أو نرمز لها بالرمز I of X باعتبار الI هو الحرف الأول من كلمة information، ونسميها السلف انفورميشن او المعلومات الذاتيه للمسج اكس. طبعا تعتبر داله اللوغاريتم او اللوغ فانكشن هي الداله المثاليه اللي ممكن تحقق جميع هذه الحقائق الثلاثه اللي ذكرناها قبل شويه مثل ما راح نشوف بهذه الرسمه. البلوت هذا طبعا راح يمثل لي هذه الداله الاي اوف اكس تساوينا ماينس لوغ الـ P of X للأساس A، ومثل ما جاي نشوف أنه الحقائق ثلاثة تتحقق بهذه الرسمة أو البلوت. أولا عدي لما تكون الـ probability of X 100% واحد راح أحصل على zero information، هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية هو أنه تناسب عكسي بين الـ probability of X وبين information الموجودة بالـ X. طبعا عندي الحقيقة الثالثة اللي هي انه الانفورميشن تكون دائما بوزيتيف، ما عندي بلوت تحت زيرو، ما عندي نيجاتيف انفورميشن. الان راح نشوف
كيف ممكن استخدم الاساس اساس اللوغاريتم اي. بالحقيقة ممكن أني أستخدم الأي تساوي لنا 2 أساس اللوغاريتم تساوي لنا 2، بهالحالة راح تكون الانفورميشن أي أوف إكس وحداتها البيتس أو الباينري ديجيتس. ممكن أني أستخدم الأي تساوي لنا الناتشرال بيز اللي هي عدد كسري 2.718 إلى آخره، بهالحالة راح تكون الانفورميشن وحداتها النتس. ممكن أنا أستخدم أيضا الـ A تساوي لنا 10، راح تكون وحدات الانفورميشن هي الهاتلي. طبعا أنا أتذكر أن العلاقة بين اللوغ وبين اللين هو لوغ الـ X تساوي لنا لين الـ X مقسوم على لين الأساس. الآن نتحول إلى مثال حول السلف انفورميشن. منطق المثال يقول A third die is thrown, find the amount of information gained if you are told that four will appear. يعني عندنا هنا fair die اللي هو عكس biased die. هنا عندنا زهرة النرد غير منحازة. المطلوب هو كمية المعلومات اللي ممكن أحصلها أو المصاحبة مع الرقم 4. بالحقيقة بما أنه عندي 6 وجوه بزهرة النرد، إذن راح أحصل على 6 مسجات. المسج الأول هو الرقم 1، المسج الثاني رقم 2، وهكذا إلى المسج الأخيرة رقم 6. لاحظ أنه في الفير داي هذه الوجوه 6 متشابهة تماما، وعليه فراح أحصل على احتمالية متساوية لجميع هذه الوجوه. يعني الوجه الأول راح يكون احتماليته 1/6 رقم 1، كذلك الوجه الثاني اللي هو رقم 2 راح تكون احتماليته أيضا 1/6، وهكذا إلى الوجه رقم 6 احتماليته راح يكون 1/6 أيضا، بحيث مجموع هذه المسجات أو البروبابيلتي مال مجموع البروبابيلتي لهذه المسجات راح يصير 6/6 أو 1 أو اللي هو 100%. الآن لما نطبق علاقة اللوغ راح نشوف الانفورميشن اوف 4 راح يسوينا ماينس لوغ البروبابيلتي اوف 4 للأساس 2، باعتبار انه هنا ما محددنا باليونتس، فدائما ناخذها اليونتس بيتس، وعليه راح استخدم الأساس 2، فراح احصل على الانفورميشن اوف 4 تساوي لنا 2.548 بيتس. بالسؤال الثاني عندي قطعة نقود معدنية الكوين، بالحقيقة هي بها وجهين طرة وكتبة، يعني هيد وتيل. بما أنه هنا بايست كوين وعليه راح يكون عندي احتمالية الهيد تختلف عن احتمالية التيل. احتمالية الهيد هنا معطاة 0.3. المطلوب هو إيجاد كمية المعلومات المصاحبة للوجه الآخر اللي هو التيل. طبعا حتى حل هذا السؤال أحتاج إلى تطبيق الفورمولا مات اللوغ، باعتبار الانفورميشن تساوي لنا ماينس لوغ البروبابيلتي. البروبابيلتي مات التيل ما معطات، مين استخرجه من البروبابيلتي اوف هيد 1 اللي هي باستخدام توتال بروبابيلتي. 1 ماينس البروبابيلتي اوف هيد هي تعطيني البروبابيلتي اوف تيل، فراح يكون الناتج 0.7. هنا ممكن هذه أطبقها مباشرة بالفورمولا مات الانفورميشن، فراح يكون عندي الانفورميشن مات التيل، يعني الانفورميشن اللي موجودة بالوجه الآخر اللي هو الكتبة، هو عبارة عن ماينس لوغ 0.7. إذا كانت الكالكوليتر مالتنا ما بيها لوغ دالة اللوغ، فممكن أني أحولها إلى دالة اللين بهذه الطريقة، لين 0.7 على لين الأساس اللي هو 2، فراح يكون الناتج 0.5145، والوحدات طبعا بيتس باعتبار أني استخدمت الأساس 2. عندنا مثال آخر. Find the amount of information contained in a black and white TV picture if we assume that each picture has 2×10^5 dots. Dots هو pixel or picture elements. And each pixel has 8 equipotable and distinguishable levels of brightness.
حتى نحل هذا السؤال، أولا لابد من حساب المعلومات الموجودة بالنقطة الواحدة أو بالبكسل الواحدة باستخدام الفورمولا مات اللوج. فراح تكون الانفورميشن هي عبارة عن ماينس لوج البروبابيليتي. البروبابيليتي هنا عندي 1/8 باعتبار عندي 8 مستويات من الأضاءة بكل نقطة، فراح يكون الناتج 3 بت. الآن حتى أحسب المعلومات الموجودة، المعلومات الكلية الموجودة بالصورة الواحدة، لابد من أن نضرب هذه المعلومات الموجودة بالبكسل الواحدة في عدد البكسلات، فراح يكون 3 × 2 × 10^5 اللي راح تعطينا 600 كيلو بيتس. هذه هي المعلومات الموجودة بالصورة الكاملة للتلفزيون. الآن هذا الهومورك هو تكرار للمثال السابق ولكن لحالة الكولور تي في، يعني عندي صورة بها 2 × 10^5 بكسل، كل واحدة من هذه البكسلات بها 16 لون متساوي الاحتمالية، وكل لون بثمان حالات أو ثمان مستويات من الإضاءة المتساوية الاحتمالية. المطلوب هو إيجاد كمية المعلومات الموجودة في الصورة ككل. طبعا راح نستخدم نفس طريقة حل المثال السابق لهذا الهومورك. ننتقل الآن إلى موضوع آخر اللي هو السورس انتروبي أو انتروبي المصدر. إيش مقصود انتروبي المصدر؟ عرفنا سابقا من خلال الفورمولا مالت السيلف انفورميشن إنه هذه الفورمولا تحسب لي كمية المعلومات الموجودة بالمسج الوحدة. طيب الآن لو كانت هذه المسج احتماليتها متغيرة، يعني الاحتمالية عبارة عن random variable، كيف ممكن أحسب المعلومات؟ بالحالة أحتاج إلى حساب المعدل أو statistical average، المعدل الإحصائي. هذا الأفريج هو اللي أسميه الانتروبي مات المصدر، يعني الأفريج مات الانفورميشن هو يمثل لي انتروبي المصدر. طبعا الرمز هو H of X، وإحنا نعرف أنه الأفريج هو عبارة عن المجموع على العدد، المجموع الكلي على عدد السامبلات. موضوع البروبابيليتي هذا نفسه ممكن أعبر عنه ب H of X يساوي summation مات البروبابيليتي في الانفورميشن، هذا نفسه يمثل لي المجموع الكلي على عدد السامبلات. طبعا لو أعوض عن الانفورميشن بالحالة راح تكون عندي الفورمولا مات الانتروبي هي عبارة عن summation P log P، الوحدات هي طبعا بت على سمبل. عندنا هذا المثال تطبيق حول موضوع الانتروبي. Find the entropy of the source producing the following messages. أدي 4 مسجات باحتماليات مختلفة من X1 إلى X4. المطلوب هو إيجاد الانتروبي مات السورس هذا. السوليوشن طبعا راح نطبق الفورمولا مات الانتروبي بصورة مباشرة اللي هي عبارة عن سميشن مات البي لوج البي. فكل مسج راح ناخذها على حدة تكون حدود السميشن من 1 إلى 4 باعتبار عندي 4 مسجات. راح نطبق تطبيق مباشر، فراح يكون الانتروبي مات المصدر هو عبارة عن H of X تساوي لنا 1.7427 bits لكل سمبل. الملاحظة هنا هو انه عدد البتات عبارة عن كسر، عدد البتات بالسمبل الوحدة عبارة عن كسر 1.7 وsomething. طبعا هنا انا ما اعتاد على عدد بتات كسري، ما عندي مثلا على سبيل المثال بت ونص بت. بالحقيقة هذا ناتج من الأفريج باعتبار أن سويت أفريج الانتروبي يحسب الأفريج، في حين لما آخذ فت 100,000 على سبيل المثال 100,000 سمبل بالحالة راح يتحول عدي هذا الكسر إلى رقم انتجر. الآن عندنا مثال آخر. Find and plot the entropy of a binary source. احنا نعرف الباينري سورس من اسمه ثنائي، مصدر ثنائي راح يولد لي فقط 2 مسج اللي هي 0 وال1. راح نشير للبروبابيليتي اوف الاحتماليه الصفر بالبي اوف 0 واحتماليه الواحد بي اوف 1. طبعا المفروض يكون المجموع مالتهم واحد باعتبار ان ما عندي غير 2 مسج. الان راح حتى احسب الانتروبي مالت المصدر راح استخدم
الفورمولا مالت السيجما بي بي لوج البي، وعليه راح يكون الاتش اوف اكس مالت المصدر عباره عن البي لوج البي مالت الاول المسج الاولى زائد بي لوج البي بالمسج الثاني، والوحدات هي بت على سمبل. حتى اجي ارسم هذه المعادله راح احولها من تو فاريبل الى فاريبل واحد، يعني راح يكون عندي بدل ما يكون عندي مجهولين P of 0 و P of 1 راح أخليها بدلالة مجهول واحد فقط، يعني راح أكتب ال P of 1 بدلالة ال P of 0 باستخدام التوتال probability هذه. هنا عندي معادلة بين الـ بين ال Y وبين ال X، راح أسوي جدول عبارة عن تو كولوم، الكولوم الأول هو ال Y والكولوم الثاني هو العفو الكولوم الأول هو ال X والكولوم الثاني هو ال Y، يعني راح اجي اعوض عن البي اوف 0 اعوض عنها بالمقدار 0 واشوف راح احصل على الاتش اوف اكس 0، وبعد ذلك راح ازيد البي اوف 0 اعوضها 0.1 راح احصل قيمه للاتش اوف اكس مقدارها تقريبا 0.4 او 0.5 العفو. بعد ذلك راح اعوض عن البي اوف صفر راح اعوض عنها بالبوينت 2 راح احصل على قيمة الواي عبارة عن 0.7 وهكذا. طبعا راح اوصل هذه النقاط فراح احصل على هذا كير، يعني عندي كير بين الاكس وبين الواي من خلال هذا الجدول، يعني اسوي لي جدول بسيط. طبعا هنا راح لاحظ انه الاحتمال الانتروبي راح تكون ماكسيمم هي شو وقت لما تكون عندي الاحتمالية الزيرو مقدارها نصف، وعليه بالباينري سورس راح يكون عندي ماكسيمم انتروبي لما تساوي البي اوف زيرو مع البي اوف 1 وكل واحدة من عندهن راح تكون نصف. من خلال الشكل السابق اللي رسمناه ممكن نستنتج ملاحظتين مهمات. الملاحظة الأولى هي أنه لما تكون كل المسجات متساوية الاحتمالية، يعني لو كان عندي عدد المسجات هو N فاحتمالية أي مسج راح تكون 1 على N، راح أحصل على ماكسيمم انتروبي. لما أجي أريد أحسب الماكسيمم انتروبي هنا فراح أقول عبارة عن P log P لواحدة من هذه المسجات مضروبة في عدد المسجات، فراح تكون عندي العلاقة مع الماكسيمم انتروبي هي لوج عدد المسجات، يعني علاقة بسيطة إذا كانت كل المسجات متساوية الاحتمال. مباشرة أقول الـ H تساوي لوج عدد المسجات بدل ما أسوي summation. الملاحظة الأخرى هي أنه أي وحدة من هذه المسجات لما تكون الاحتمالية مالتها واحد راح أسميها certain event مثل ما قلنا، بهالحالة راح تكون الانتروبي صفر مثل ما شفناها بالرسمة الماضية. الآن ممكن احنا نعرف كمية أخرى اللي هي source entropy rate أو معدل المعلومات. هذه الكمية عبارة عن حاصل ضرب الانتروبي في معدل إنتاج السمبلز بالنسبة للترانسميتر. وحداته طبعا بت بير سكند، ممكن أيضا نعبر عنها من خلال الزمن باعتبارها حاصل قسمة الانتروبي على المعدل الزمني للسمبلز. التاو بار، التاو بار هو عبارة عن المعدل الزمني للسمبلز. احنا نعرف انه المعدل هو عبارة عن حاصل الجمع مقسوم على عدد السامبلات. في حالة البروبابيليتي راح يكون حاصل جمع التاو مضروبة في احتمالية المسجات. الان عندي تطبيق حول الـ rate of source entropy. بهذا المثال عندي two message الدوت والداش، يعني النقطة والشارحة. الـ probability مالت الدوت هي عبارة عن 0.65. time duration مالت المسج الأولى مالت الدوت هي 200 ملي سكند، أما time duration مالت المسج الثانية اللي هي الداش فهي عبارة عن 800 ملي سكند. المطلوب هو إيجاد الانتروبي ريت. بالحل أنا أدري أنه الانتروبي ريت هو عبارة عن حاصل قسمة الـ H of X على الـ tau bar. الـ H of X هو عبارة عن P log P مات المسج، المسج الأولى
مع البي لوج البي مات المسج الثانية. البي الأولى معطات 0.65، البي الثانية هي عبارة عن 1 ماينس 6.65 فراح يكون 0.35، وعليه راح يكون ال h of x 0.934 بت لكل بتس لكل سيمبل. بالنسبة للتاو داش اللي هي سميناها الافرج ديوريشن مات السيمبل، فهي عبارة عن التاو مضروبة في البي الأولى زائد التاو الثانية مضروبة في البي الثانية باعتبار أن عندي فقط 2 مسج. لما أجي أعوضها راح أحصل على 0.41 سكند، وبالتالي راح تكون الريت اوف اوف اكس اللي سميناها السورس انتروبي ريت هو عبارة عن 2.278 بت بير سكند باعتبار السمبل اختصرت مع بعض من البسط ومن المقام. عندنا مثال آخر حول الانتروبي ريت. Example: In a TLX link, formation is arranged in a block of 8 characters. The first position in each block is always kept the same for synchronization purpose. The remaining 7 places are filled randomly from the English alphabet with equal probability. If the system produces 400 blocks per second, find the average source entropy rate. إذا عندي هذا تيلكس يولد لي بلوكس بثمان أجزاء، الجزء الأول لأغراض التزامن يعني بمعلومات ثابتة information مالته زيرو، تبقى عندي 7 أجزاء، كل جزء من هذه الأجزاء السبعة راح نمليها بوحدة من الأحرف الإنجليزية اللي هي 26 حرف باحتماليات متساوية، يعني احتمالية كل جزء من هذه الأجزاء راح تكون عندي 1/26. المطلوب هو إيجاد الانتروبي ريت إذا كان هذا التليكس يولد لي 400 بلوك بالثانية. بالحقيقة هذا المثال يختلف عن المثال الآخر في جانب واحد، وهو أنه الريت هنا راح أحسبه من خلال الانتروبي. الريت مات الانتروبي هو عبارة عن الانتروبي مضروبة الريت مات البلوكس أو السمبلز، في حين في المثال السابق كان المعطى هو الديوريشن مات السمبل يعني التاو، وكان الحساب من خلال الانتروبي مقسوم على التاو بار. حتى احسب الانتروبي واني عندي المسجات متساوية الاحتمال، اذا ماكو داعي اروح احسب سميشن مال لوج البي لوج البي، وانما مباشرة اقول الانتروبي هذا هو عبارة عن لوج 1/ المسجات ال n 26 حرف انجليزي عندي هنا، راح يعطيني 4.7 بتس. هذه للموقع الواحد البوزيشن الواحد. انا عندي 8 بوزيشن، راح استثني البوزيشن الاول باعتبار هذا لاغراض التزامن الانفورميشن مالته زيرو يعني سيرتن ايفنت، فراح يكون عندي الانفورميشن بالبلوكة كلها هو عبارة عن الانفورميشن البوزيشن واحد مضروب في عدد البوزيشنز. راح اجي اعوضه هنا مباشرة، اقدر احسب الانتروبي ريت مالت هذا التليكس.